فطبعا العائلة عايشين بالبيت الأب تريد يطلع عنده عملية عنده مريض ماكو تصريح أمني بشر بدون حكومة، حكومة بس تاخذ رواتب وحمايات والله ما حد يشتغل بس كل بينات ماينات مصور بيها بليار داني هاي الغرفة يعني انت وين شنت شوف رئيس الحياة ما تتوقف يعني على شيء انه راح داعش ترجع الحياة تستمر بس ترجع بحالة سيئة بسبب الحكومة المركزية والحكومة المحلية بالخص الحكومة المحلية اي خدمات ماكو اي خدمات حاليا ماكو يعني مأساة ثلاث سنوات احنا بدون راتب وبمعيشة جدا صعبة وحتى اغراضنا وامتعتنا بعناها في سبيل انه دبر امور المعيشة.